السلام عليكم ومرحبا بكم في يوتيوب فيديو جديد. نحن اليوم امام معهد بورقيبة اللغات الحية وسنستجوب الطلاب العربية. اصدقائي السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام. ما هو رايكم عن البلد تونس؟ هي جميلة جدا، عندها الكثير من ثقافة، الناس أحب الناس هنا، هم مفتوحون كثيرا. ما هو رايك عن معهد بورقيبة؟ أنا أحب أستاذنا، عندنا أستاذان جيد جداً دقيق جداً، والتصفير اللغة وحساء القياد. في الماضي أنا فكرت أن القياد اللغة صعب جداً، ولكن الآن يمكن أن أفهمه بسبب لطالم اللغة في العربية. هذا مفيد جداً ليفهم كيف يعمل الجملة وكل من هذا، وهذا جيد جداً، والآن يمكن أن أفهم الحركات وكل أحسن. معهد بورقيبة جيد جدا كمعهد، وتعليم مستوى التعليم عالي جدا، الأساتذة كبار، وكما نعرف العالم الكل طبعا. معهد بورقيبة يعني رائع، مكان رائع لكي أدرس اللغة العربية وكي يتعلموا عن الثقافة العربية والشعر يعني احيانا حتى نحن نتكلم عن مواضيع مهمه جدا مثل السياسه ومثل العارف الشعر الادب العربي كثير من الاشياء. ما هو رايك حول بلد تونس؟ تونس ما شاء الله تونس احسن بلد في كل العالم، وساشتاق تونس كثيرا. وما هو رأيك عن معهد بورقيبة؟ معهد بورقيبة ما شاء الله أحسن معهد في لتعلم اللغة العربية. أيرا نعم. أيرا نعم. ما هو رأيك عن معهد بورقيبة؟ نعم. ليتيتيا السلام عليكم، لاباس. ما هو رأيك عن معهد بورقيبة؟ أنا أظن أن بورقيبة هو صعب جداً. صعب جداً. صعب جداً. والله. والله كل يوم صعب جداً لي ما شاء الله. لباس. عسلامة. أحوالي. الحمد لله. عيلة لباس. يا عيلة لباس. كل شيء لباس. ما هو رأيك عن معهد بورقيبة؟ معهد بورقيبة ممتازة جداً في التعليم، لأن يدرسون اللغات العربية باللغة العربية، وهذا نادر جدا أعتقد، يوجد بالكثرة ولا يوجد. يعني قبل أن جئت إلى تونس كنت أبحث لمدة طويلة جدا عن معهد تدرس العربية تابعة لجامعة ما، ولما أجد شيء مثل معهد بورقيبة نادر جدا وممتاز. ما هو رأيك حول معهد بورقيبة؟ معهد بورقيبة جيد جدا، وأستاذ جيد جدا أيضا. حسب الرأي الأفضل من أدرس هنية هي الجو، لأحنا ليس فقط الزملاء وأيضا الأصحاب. شكرا جزيلا. اذا معهد بورقيبة يعني هو منارة يعني تعليمية الحقيقة، مشهورة هذه المنارة في كل العالم، يستقطب العديد من الطلبة من جميع الجنسيات من كل انحاء العالم، وهو الحقيقة معروف جدا بتدريس اللغة العربية للأجانب. نعم. وما هو رأيك عن معهد بورقيبة؟ أظن أن كان أنتم تريدوا أن تحسن العربية، هذا معهد جيد رائع. واو. نعم. فقط أيرا عندها شيء لي. شيء.
وهب تونس. واو واو صحيتك صحيتك. ومن اي من اين انتم؟ من اين انتم؟ انجلترا انجلترا انجلترا. وانتم طلاب من انجلترا من اوكسفورد، لماذا تدرسون في معهد بورقيبة في تونس؟ لماذا ليس في انجلترا؟ لان ان ندرس في دولة عربية لسنة كاملة كي نتحسن بسرعة، ونحن سعيدة جدا أن اخترنا التعلم في تونس، بلد جميل. شكرا جزيلا. ولماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا أدرس اللغة العربية؟ يعني أنا أدرس اللغة العربية لأنها يعني تتمثل ثقافة وحضارة كبيرة وجميلة جدا بالنسبة لي. ونعم لذلك. ولماذا تدرسين اللغة العربية؟ لأن في المستقبل إن شاء الله أنا أريد أن يعمل يعمل في الأمم المتحدة. واو إن شاء الله. جيد جدا. ولماذا تدرس اللغة العربية؟ أنا مهتم جدا باللغات والثقافات، ودرست في ألمانيا دراسات العربية والإسلامية. في الألمانية. إن شاء الله سوف أكتب رسالة دكتوراه في جويلي. أوكي شكرا جزيلا. شكرا لك عايش. عايش. لماذا تختار اللغة العربية وليس اللغة الأخرى؟ هي جميلة جدا. جميلة جدا. عندها الكثير من الثقافة وقصائد والأدب. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لماذا تدرسين اللغة العربية؟ أنا أريد أن أتكلم. أتكلم اللغة العربية مع ناس في تونس وزوجي تونسي. فهمت. شكرا جزيلا. شكرا. Long time no see. السلام عليكم. لاباس. لاباس. أوكي. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأن أنا نحب اللغة العربية والبلاد التونسية. أوكي أوكي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تقرأ في بورقيبة سكول زادة؟ لا أدرس في بورقيبة سكول ولكن I study English. English. Okay, we can speak in English as well. Okay, it's better. Okay, why do you learn English in معهد بورقيبة؟ I study English to improve my level and I want to travel outside and work abroad of Tunisia. Nice. You speak really good English. I want also to go to Germany. To Germany? Yeah. Let's go. That's our boy. That's our boy. Yeah. Okay. Thanks very much. Thanks very much. هل تنسون الطلاب العربية تدرسون في المعهد بورقيبة ولا لا؟ بكل سرور. بكل سرور. Okay. Okay. بدون شك. بدون شك. مما لا شك فيه. مما لا شك فيه. اوكي. شكرا شكرا جزيلا بالحق. هارك زين. الى اللقاء. اوكي عايش.